اليوم هنا كنجسدوا واحد الاعتصام احتجاجي، وهذا الاعتصام كيجسدوه الموقفين الوطنيين اليوم اليوم وغدا. هذا الاعتصام جاء يبان ان لا زالت هناك مجموعه من التوقيفات التي تتجاوز 200 تقريبا 200 توقيف. اليوم هنا نحتج لانه الوزاره لحد الان ما خرجتش حتى شي قرار، ما رجعتش الاساتذه الاقسام ديالهم، وبالتالي فاحنا هنا في اطار اننا نحتج على هذه التوقيفات، ثم نحتج كذلك على هذه الحمله لبعض الجرائد الاعلاميه اللي بدات كتسرب مجموعه ديال الاخبار اللي تنقولوا بانه الوزاره تتوعدون بعقوبات. حنا كنطرحوا سؤال، اذا كانت الوزاره كتعاوز تتوعد بعقوبات والحال انه لم تصدر مازال مجالس التاديبيه لم تصدر اي شيء، ولكنها تتوعد بان المجالس التاديبيه ستكون فيها عقوبات، هنا كنطرحوا السؤال من الموقع ديال هذوك اللجان اللي غيكونوا من داخل هاد المجالس، اذا كان العقوبه هي جاهزه، اذا المنطق ديال انه يكون الانسان عادل او على الاقل نتابع باشياء اللي هي مقرره في الوظيفه العموميه وغيرها، نطرح عليه سؤال. السؤال الثاني، الحاجه الثانيه اللي حنا من بين الحوايج كنحتجوا، الخطابات اللي كان كيوجهها بن موسى في البدايه كان كيقول بانه التوقيفات لم تكن لتمس الناس الاساتذه لانهم يمارسوا حقهم في الاضراب، ولكن كانت هناك حالات، والحال الان بن موسى يغير خطابه وكيبدا يعطي واحد خطاب اخر كيقول فيه بان هادو هما اللي هادو هما الاساتذه اللي محرضين. انا كنطرح سؤال، الحراك ما كانش عنده اساتذه اللي هي اساتذه محرضين ولا كانت عنده قياده؟ الاساتذه كل استاذ الا وكان كيتاخذ القرار المناسب الذي يتفق حوله الجميع، وهذا ان دل على والدليل على ذلك هو النسبة ديال الإضرابات والحجم ديالها اللي تجاوزت 95%، بالتالي كل هاد الدفوعات المقدمة من طرف الوزارة وحتى من طرف الإعلام المسخر باش يحاول ما أمكن أنه هي باطلة تماما. بالتالي احنا اليوم هنا لازلنا نحتج كما كنحتجوا، كان مجموعه ديال الاساتذه اللي جاوا قدموا التضامن ديالهم والدعم ديالهم كالعاده. احنا كنقولوا لا للتوقيفات التعسفيه لازلنا، واي تهديد بمجالس كيف ما بغات تكون حتى هي كنقولوا ان ديك المجالس المشبوهه واي قرارات صادره، لان هاد التوقيفات ماشي جات احنا النهار اللي درنا الاضراب ما درناش حبا في الاضراب، ولكن ما اخرجنا هو ذاك النظام الاساسي، وهذاك النظام الاساسي باعتراف ديال الوزاره اعتراف الناس والحكومه بانه شابته كما يقولون مجموعه ديال دوزوه من 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 تجميد التغيير التوقيف الى وهلو مجرا، في اطار انه حاولوا يمكن يغيروا فيه. بالتالي كانت لنا حقيقه اننا ندافعوا على الحق ديالنا في الوظيفه العموميه، الحق ديالنا في واحد الوضع ديال النساء ورجال التعليم اللي يستحقه بالفعل، ويستحقه بالفعل النساء ورجال التعليم، ماشي في المقابل ديالو اننا كنزلوا بمجموعة ديال العقوبات على الأساتذة، لا الأساتذة اللي تم إرجاعهم ولا الأساتذة الذين لا زالوا موقوفين والذي يتهددهم الإعلام، ما عرفناش كل مرة كيخرج عندنا تسريبات عندنا تسريبات، يظنون أن هاد التسريبات إلا كيقولوها غادي يردوا بها الأساتذة، أو هاد التسريبات اللي كتخرج أنها ستنال من عزيمتنا، كنقول لهم لا ولا، وهذا رد، هذا الشكل الاحتجاجي هو الرد لهذاك الهجمة الشرسة اللي كتخاد ضد الموقوفين وضد الشغيرة ديال التعليم، وشكرا. تحية نضالية بالنسبة اليوم يعني معتصم الأستاذات الموقوفات والأساتذة الموقوفين عن جهة سوس مسا، تنفيذا وتجسيدا للبيان الصادر عن التنسيق الميداني التعليمي اللي تيضم التنسيقية الثانوي التأهيلي، التنسيقية الموحدة لهيئة تدريس وطور الدعم بالمغرب، وكذلك يعني التنسيق التعليم التنسيق الوطني لقطاع التعليم. يعني بعد ما كانت هناك استراحة نضالية اللي غتيسر يعني الاستمرارية ديال الزمن المدرسي للمتعلمين والمتعلمات، وكذلك يعني الاحتجاج يعني جاء بناء على التماطل والتحايل والتعسف اللي طال يعني الأستاذ والأساتذة لسبب وحيد، الا وهو يعني المشاركة ديالهم في الحراك التعليمي الأخير بكل إيمان وبكل إطار وبكل مسؤولية، دفاعا عن المصالح ودفاعا عن الحقوق ودفاعا عن المكتسبات للشغيلة التعليمية. قلت يعني تجسيد البيان اللي هو تيضم مجموعة من الخطوات النضالية اللي
تتجلى يعني في الوقفات يعني خلال الاستراحة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك يعني الاعتصامات أمام المديريات والأكاديميات على الصعيد الوطني طيلة اليومين الأربعاء والخميس، وكذلك يعني اللي غتوج بوقفة ومسيرة ممركزة يعني بالرباط مع الاعتصام ديال الموقوفين والموقوفات يعني أمام مقر الوزارة، كذلك يعني تجسيد يوم إضراب وطني إنذاري يوم الاثنين المقبل 22 أبريل 2024. يا وزير التربية.